والمزيد تنضم إلينا من بيروت الدكتورة إيمان شويخ الأكاديمية والباحثة السياسية. أهلا بك دكتورة إيمان. إذن يعني الآن هناك مطالبة أمريكية أو على الأقل توصية بأن لا يكون الرد أو لا يستهدف الرد داخل بيروت، وأن ذلك من الممكن أن يدفع إلى تطوير الموقف واتساع رقعة العنف. ما الرد الذي تبحث عنه إسرائيل الآن؟ صباح الخير لك ولجميع مشاهدي القاهرة الأخبارية. طبعا يمكن القول أن ما حصل في مجدل شمس هذه المجزرة والغموض والخلفيات تؤكد مرة أخرى بأن ظروف الحرب الشاملة في لبنان لم تتوافر لا من الجانب الإسرائيلي ولا من جانب حزب الله ولا حتى من القوى التي تدير هذه الحرب وهي واشنطن وطهران. ودليل على ذلك طبعا أن إسرائيل وبنيامين نتنياهو صرح، وخصوصا نتنياهو الذي أتى وكان لا يزال على الأراضي الأمريكية، قال أن الرد هو سيكون ضربة مختلفة ولكن دون الانزلاق إلى حرب. الإدارة الأمريكية أيضا حبذت هذه ردة الفعل وهي تدعم الحق، يعني حق الدفاع عن النفس بالنسبة لإسرائيل بدون الانزلاق إلى الحرب الشاملة. أعتقد اليوم أن الرد على هذه المجزرة سيكون ربما مختلف ولكن دون أن يؤدي إلى مسار مختلف من العمليات، لأن ذلك لم يحصل حتى الآن على المباركة الأمريكية وعلى الدعم الأمريكي وحتى الحشد العسكري الإسرائيلي على الحدود اللبنانية. حسب المراقبين العسكريين هو لم يرقى إلى مستوى يعني ينذر بأن طبول الحرب قرعت وأنه الآن أتت ساعة الصفر وستكون هنالك اجتياح بري للجنوب أو الدخول أكثر إلى العمق اللبناني، وهذا بالتالي يعني أننا لازلنا أمام المناورة سواء من قبل حزب الله أو من قبل إسرائيل المزيد من الوقت الذي ضاق نوعا ما أمام نتنياهو، يعني الذي وضع اليوم أمام تحدي كبير بعد اجتماعه مع نائبة الرئيس الحالي كمالا هاريس والتي ربما حظوظها باتت شبه يعني متقدمة على طبعا ترامب، خاصة بعد الحملة الانتخابية المالية والتبرعات التي حصدت أكثر من 100 مليون دولار في 36 ساعة، وهذا عامل هام جدا في الانتخابات الأمريكية. وهذا يعني اليوم أن الإدارة الديمقراطية هي اليوم من تدير دفة الأمور والسياسة الخارجية، وربما هي التي ستكون لها الكلمة الفصل في المرحلة المقبلة. الإدارة الديمقراطية ترفض اليوم الذهاب الانجرار إلى حرب مع لبنان، وهذا الأمر لا يمكن لنتنياهو أن يقوم بمفرده بدون الدعم الأمريكي. حتى موضوع أن يهدي، يعني كما كان يقال أنه ربما نتنياهو سيهدي الإنجاز إلى ترامب في ولايته الجديدة، حتى هذا الأمر اليوم أثبت اللقاء مع ترامب وأيضا كلمته التي قطعها 112 نائب في الكونغرس أثبتت أنه لا يوجد دعم حتى من الإدارة الجمهورية لنتنياهو من أجل خوض هذه الحرب. وترامب قالها أنه سينهي كل الأزمات التي حصلت في إدارة بايدن ومن بينها الحرب التي شنت نتيجة الهجوم على إسرائيل.